السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء حارة ورياح شمالية غربية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين، درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الأيام المقبلة متفاوتة ما بين 44 إلى 46 درجة مئوية. تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي في مدينة الكويت. أجواء صافية والرياح شمالية غربية سرعتها 8 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 43 درجة مئوية، رطوبة نسبية 14%، أجواء جافة بفعل الرياح الشمالية الغربية. بالنسبة للرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلو. صورة الأقمار الصناعية توضح السماء صافية وخالية من السحب، وأيضا تتأثر دولة الكويت بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي مأثر علينا وراح يستمر معانا خلال الأيام القليلة القادمة. الليلة طقس مال الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر الساعة. درجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة خاصة المناطق الساحلية تتراوح ما بين 33 إلى 36 درجة مئوية. بالنسبة للمناطق الغربية من البلاد السالم والشقاية قد تصل إلى 31 درجة مئوية. في مساء الغد طقس حار، وأيضا استمرار الرياح الشمالية الغربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر الساعة. أجواء رطب نسبيا راح تكون خاصة داخل البحر، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في مساء الغد مدينة الكويت 45 درجة مئوية. بالنسبة للمناطق الغربية من البلاد السالم والشقاية قد تصل إلى 44 درجة مئوية. حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيفة لمعتدل الموج، وارتفاع الموج من 1 إلى 4 أقدام. الأجواء البحرية أعزائي المشاهدين بشكل عام خلال الأيام القليلة القادمة راح تكون جيدة لممارسة أي نشاط بحري. المواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 3:16، موعد شروق الشمس في الساعة 4:51، غروب الشمس في الساعة 6:51. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام القادمة إن شاء الله ابتداء من يوم الغد حتى يوم الخميس طقس حار، وأيضا رطب نسبيا خاصة داخل البحر والمناطق الساحلية، وأيضا عودة لرياح الكوس الجنوبية الشرقية راح تكون خفيفة لمعتدل السرعة، متفاوت سرعتها ما بين 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى أعزائي المشاهدين متفاوتة ما بين 45 إلى 47 درجة مئوية. بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 27 إلى 29 درجة مئوية. ابتداء من يوم الجمعة عودة للرياح الشمالية الغربية، أجواء شديدة الحرارة وارتفاع نسبي في درجات الحرارة العظمى قد تصل إلى 49 درجة مئوية. بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية. شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عاصم العالم.